أكيد أن الوديعة السعودية التي قدمت سريعا بعد الإعلان الرئاسي ستنعكس بشكل إيجابي كبير، وأعتقد أن ليست هذه الوديعة الأخيرة أو هناك مبالغ كما سمعنا في خلال تواجد الرياض من اللقاءات وأطروحات أن هناك دعم خليجي ليس من السعودية فقط بل من عدد الدول الخليجية لإنعاش الاقتصاد اليمني، لأن انعكاسات الوضع اليمني ليست محصورة في نطاق جغرافي معين بل تمتد انعكاساتها وتأثيرها وارتداداتها إلى المحيط الإقليمي ومنها دول الخليج، لذلك من مصلحة الجميع أن يتدارك الوضع في اليمن سواء الوضع السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، لأن انزلاق اليمن إلى حافة الفقر أكثر من 30 مليون وهو فعلا الآن هناك مؤشرات تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير جدا وأرقام مخيفة، هذا سيكون له انعكاس سيء على المنطقة، لن يكون هناك أمن واستقرار في أي جوار في ظل انعدام الوضع أو تردي الوضع الاقتصادي، خصوصا أن جماعة الحوثي تستطيع أن تلعب على هذه المترقبات